أبناء النزلاء. يسعدني في البداية أن أرحب بكم في هذا الحفل الختامي المبارك لبرنامج مصالحة في نسخته 12. اليوم نشهد اختتام الدورة 12 لبرنامج مصالحة، وهو برنامج يستهدف مصالحة مع الذات من خلال البرامج والمواكبات النفسية التي يقوم بها خبراء في هذا المجال. مصالحة ثانية هي المصالحة مع النص الديني، وأيضا هذا يواكبه جملة من الخبراء والأخصائيين. ثم المصالحة الثالثة هي مصالحة مع المجتمع ومع قوانينه ومع كل ما يؤطره من حقوق ومن واجبات، أيضا هذا يتم فيه أنواع من المواكبة. بالإضافة لكل ذلك هناك نوع من التأهيل الذي يقدر هؤلاء النزلاء والنزيلات، أنه كانت هناك نسخ فيها النزيلات، من أن يصبحوا قادرين على الاستثمار، على إيجاد فرص للشغل. أنا المصالح واحد الباب كيتفتح أمام السجين اللي يمشي فيه بعيد حياته من جهة ويصحح الأفكار دياله. المصالحة ماشي كتراعي فقط، أنا بحكم التجربة ديالي فيها، ماشي فقط كتراعي السياق المعرفي والسياق الفكري والسياق الاجتماعي ديال السجين، بل بالعكس هي كتواكبه، خاصة أنه من بعد ما كيخرج من السجن راه كيبقى عنده ارتباط مثلا مؤسس محمد السادس لإعادة الإدماج، كتبقى عنده حتى مواكبة للأهل ديالو، نصي الدراري اللي هما مازال باقي ما كيفكرش انه يشارك برنامج مع المصالحه، انه يعزم على هذا الامر هذا، لاقاش انا استفدت شيء كثير. اليوم تنحضروا اختتام ديال برنامج المصالحه اللي كانت تقوم به المندوبيه العامه في اطار نزلاء المؤسسه السجنيه المتابعين بمقتضى قانون مكافحه الارهاب. هذا البرنامج الذي في الحقيقه يعد من البرامج المتقدمه على المستوى العربي وعلى المستوى الافريقي، والتي أعطت إشارات قوية على أنه فعلا استطعنا أن ننزل جميعا كمجتمع مدني بشراكة كذلك مع المندوبية العامة وبالبرامج والأطور ديال المندوبية العامة، استطعنا جميعا أن ننجز الفقرات التي تهم هذا البرنامج. استفدت من برنامج مصالحة بزاف ديال الحوايج، وصحح لي المفاهيم الخاطئة ديالي، صحح لي بواحد الفكر صحيح الصواب يدعو إلى المحبة والتعايش السلمي والتسامح مع الناس. وبرنامج مصالحة هو حياة جديدة بالنسبة لي، وغير لي المفهوم ديالي الخاطئ، وأنا الآن ماشي كالأمس، دابا الآن أنا غادي نبقى على هذا السلوك في المستقبل إن شاء الله. استفدت من الأساتذة ديالنا الكرام جزاهم الله خيرا، استفدت منهم بزاف ديال الأمور في الشق الحقوقي، في الشق القانوني، في الشق النفسي. الشق النفسي صلحت نفسي وحسيت بالمسؤوليات تجاه الأوضاع اللي كانت عندي وسوء الفهم الناتج اللي ادى به الى السجن. الحضور ديالي كرئيس مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطيه هو بطبيعه الحال جزء من برنامج الشراكه اللي كتجمع المركز مع المندوبيه العامه، واللي بطبيعه الحال الاهميه اللي كيحظى بها هذا البرنامج بالنسبه لنا تنعتبروه من البرامج المتميزه اللي عطات خلاصات وتوجهات ليس فقط بالنسبه للتجربه المغربيه، ولكن حتى على المستوى الدولي عندها مكانه خاصه كمقاربه في معالجه الموضوع ديال الارهاب والناس اللي كانوا متورطين فيه. وبالتالي هذه العنايه بهذا المشروع هو من هذه الزاويه، لاننا كثيرا ما نطالب نحن انفسنا بتقديم خلاصات هذه التجربه، خاصه امام فشل عدد من التجارب سواء في الدول الغربيه او في الدول الاسلاميه، مما يعطي لهذا المشروع اهميه. اليوم تيشهد اختتام الدوره 12 من برنامج مصالحه. هذا البرنامج كما اصبح معروفا هو برنامج معد بصفة حصرية للسجناء المحكوم عليهم في إطار قانون مكافحة الإرهاب. هذا البرنامج المتميز والمتعدد والمتكامل الذي يتميز عن باقي البرامج المنظمة في يعني خارج المغرب، أنه لا يختزل فقرته في السجل الديني، ولكن أيضا تشمل كل ما هو حقوقي، كل ما هو قانوني، وكل ما هو سوسيو اقتصادي، بالإضافة إلى المواكبة النفسية. هاد الدورة تتعرف المشاركة ديال 20 نزيل، ومجموع النزلاء اللي شاركوا منذ بداية هذا البرنامج سنة 2017 وصل إلى 259
نزيل. انا اولا قبل كل شيء كنشكر المندوبيه على المجهودات اللي كتقوم بها في التعليم اللي هو المجال اللي كيخصنا اللي هو التعليم والتعلم مدى الحياه. وهذا البرنامج ديال المصالحه خاصه كيظهر على المدى ديال الرؤيه السديده اللي كتقوم بها المندوبيه من اجل ادماج جميع الفئات بما فيهم السجناء الاجانب بما فيهم الاميين الى اخره. وهذه الفئه الخاصه اللي هي برنامج مصالحه اللي كتهم الفئه ديال التطرف والارهاب، هذه مبادره جيده من اجل ادماج ديال هذه الفئه وتعليمها المبادئ الاساسيه من اجل الادماج الاجتماعي. وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلادنا تحت القياده الراشده لمولانا المنصور بالله صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده وابقاه ذخرا وملاذا للبلاد والعباد، وحقق على يديه الكريمتين الخير واليمن والبركات، واقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الامير الجليل مولاي الحسن، وشد ازره بشقيقه الامجد مولاي صاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد وسائر افراد الاسره الملكيه الشريفه انه سميع عزيز. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.